انا هقول لحضرتك يعني ربما تقول على المثال ساذج بس انا توقفت عنده. انا كنت بس مش حقيقي في الماتش الاخير ما بين مصر وانجلترا، بس كنت السنه اللي فاتت في استاد ويمبلي، حاجه طبعا حاجه تشرح القلب الحزين زي ما بيقولوا يعني. طبعا فتوقفت قدام الكافيتريات والشوبس يعني انت تروح هناك زياره كانك رايح كده يورو ديزني، تروح تتفسح في استاد ويمبلي في انجلترا. فاشتريت مش عارف بطاطس منين وحاجه ساقعه منين وكذا وكذا. فبكلم مع احد المسؤولين فقال لك ان المحلات والكافيتيريا اللي قبل الماتش وبين الشوطين وبعد الماتش بتجيب دخل لا يمكن ان تتخيله وبيعود علينا في الحفاظ على هذه صيانة البتاع. هنا هو كنت بتكلم مع اللي هو عبد العزيز قبيل في احد المباريات وكذا، قلت له كذا، قال لي حاجه ساعه، قال لك شوف العيال السريحه اللي ماشيه فيه في الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه ومش عارف ايه وبتاع، يعني حتى دي مش عارفين نديرها. لا ولو جاب يا تامر لو جاب فلوس هتخش ايراد دوله. طبعا مش هتبقى هامه. لكن شوف استاد باريس عملوا فيه ايه مثلا، عملوا سويتس، دور كله سويتس عباره عن مكتب واخد بال حضرتك، وفي كيتشنيت كده مطبخ زغنطط، بحيث انا وانت كفاميلي مجموعه لذيذه تروح تقعد وتحكي ساعه بدري قوي قبل الماتش 3-4 ساعات وتاكل وتشرب وتأجر. تقضي بكره ديوز يعني تقضي يوم في الاستاد، تجيب دخل كبير جدا. فانت النهارده عندك مشكله، لا انت قادر تصون الملاعب اللي موجوده، ولا انت قادر تعمل ملاعب جديده، ولا انت قادر تعمل والحكومه مش قادره. يبقى لازم تفكير ما في انه مش هنتقدم الا من الفلوس، صعب جدا. طب بس ما هي الفلوس موجوده يا دكتور، يعني الاهلي عشان يشتري لعيب بيدفع له مش عارف بنشوف بالملايين 10 مليون و15 مليون و3 مليون ومليون دولار في اللعيبه الافارقه و5 مليون دولار، ما الفلوس موجوده اهي، بس هي توظيفها بقى. لا تامر انت بتتكلم على نادي واحد زي الاهلي مثلا، لان عنده امكانيات معينه وحسن حمدي بيساعده واعلانات وبتاع، وطبعا اشتروا لعيبه كتيره وخسروا فيها كتيره ومشوه زي ما انت عارف يعني. لكن فكره انا بتكلم على انت عندك 14 نادي اظن تقريبا مهم دوري مظبوط، كم واحد فيهم قادر يشتري صحيح؟ يعني لولا ان القائد مصطفى دخلت المشير، ولولا انه مهن سامح دخل، كانت عندك مشكله في النوادي يعني كلها منصوره. لا الانديه الشعبيه دلوقتي بسيج بتبقى تبديل وتوفيق، راح الراجل اللعيب ده بالظبط يعني المهندس اللي هو مجاهد قال لك انا اللعيب محمود مسعود ده الجون بتاعنا 200 مليون جنيه، مش لاقي حاجه مش لاقي حاجه الراجل قال لك ايه صحيح، فالفرخه اللي بتبدلي بيها ذهب. فعلينا ان نبحث اولا من الحته الماليه دي نجيبها، واعتقد انها سهله ومش صعبه خالص. يعني انا لحسن الحظ يمكن النهارده كلمني واحد اسماعيلاوي من ايطاليا، كان ده خبر سعيد الاسماعيليه بس هو رجاني ما اقولش اسمه خالص. قال انا عايز اعمل حادي النادي بتاعنا، ما احنا برضه لنا ناس كتيره بره في طبعا. قلت له ايه؟ قال انا عايز ادفع مبلغ. قلت له قد ايه؟ قال لي 2-3. قلت له ايه؟ قال لي يورو. الله اكبر. قلت له ده انا ابوس ايدك بقى. الله. قال لي بشرط مش هوديهم للنادي، انا نازل اتفق معاك نعمل ايه؟ يعني انا اعرف برسكوني كويس بتاع نادي الميلان، فهنعمل توامه للعيال الصغيرين بحيث احنا نصرف عليهم ونبقى ناخد واحد او اتنين موجودين هناك. يعني هناك افكار ممكن تيجي بره او جوه، لو احنا ناس قعدت تفكر في حل هذه المشكله. طيب عشان الوقت ما يخلصش قبل ما انا على فكره طول عمري بسمعك تقول عشان الوقت. الوقت كالسيف. النقطه يا دكتور، الكلام بقى اللي ممكن يزعل مننا شويه ناس، من يدير اللعب؟ يعني احنا بندور بقالنا 15-20 سنة في فلك مجموعة من الاشخاص ومجموعة من الاسماء بعينها لا تتغير. ومع كامل احترامي كل الناس، واقسم انا لا اقصد رئيس حالي ورئيس سابق، بس انا بتكلم هل في مجال يبقى احنا بقالنا 20 سنة بندور في اسمين؟ رئيس الاتحاد ده مشي فانتخبنا رئيس اتحاد تاني فخلص الدورة ما عملش اجازات قوي فجل كان مشي جه تاني كذا كذا، ولولا المرحوم حسن عبدون كنا يعني كان جه تاني. هل ده صح؟ هل احنا نضبنا من الكوادر والقيادات؟ لا هو طبعا تحمل المسؤوليه للساده الاعضاء الموقرين بتوع الجمعيه العموميه. وانا اذكر كابتن صالح سليم الله يرحمه كان اياميها انا فكرت ان احنا نمسك اتحاد الكوره. وكلمته فجاء زارني وقعد معايا شويه، وتعرف صالح لما تقعد تنكشه كده بيبقى الله يرحمه حاجه جميله، حاجه جميله جدا، شخصيه جميله. قلت له يا كابتن انا نفسي تمسك اتحاد الكوره، بس هتدخلك شهر في مكان فاضي، فاضل له شهر الانتخابات بتاعته، وانا مسؤول انك تيجي رئاسه اتحاد كويس. قال لي طب اديني فرصه ارد عليك بعد يومين. جالي قال لي لا،
قلت له ايه؟ قال لي فدي انت مشيت هيسقطوني هيسقطوني. فلا سليم. ايوه بس هو في منتهى الذكاء. لا طبعا قال لك انت هتجيبني مين يضمن ان انا فانت انت امسكها بقى. شوف مثلا اللي هو حرب قاعد قد ايه؟ الناس بتزبن بتولف سمير قاعد قد ايه؟ وهكذا. ويجي انا بريده ان شاء الله او كابتن شوبير او تامر امين ممكن. اه ضروري انا والله مسدس حدك. ايوه بس مين اللي هيقعدني؟ ايوه تضمنهاش. طيب دكتور احنا الحقيقه حوارنا وقته انتهى لكن الملف اعتقد ان احنا هنحتاج ان احنا نفتحه كثيرا. وارجو ان وقت حضرتك يسمح لك ان انت يعني تشرفنا بين الحين والاخر ندي يعني كده زي ما بيقولوا كده نضرب الضربه كل شويه كده لعل وعسى الاصلاح يبدا لان هي في النهايه زي ما بيقولوا مش واقف في النيل يبدا بخطوه. بالظبط احنا محتاجين الخطوه الاولى. لا هو هو زي ما انت بتقول لو قعدنا نفكر ونتكلم كتير هنجيب نتيجه. صحيح صحيح. يعني احنا دلوقتي مشكله الاعانات ومش عارف ندور عليها نركز عليها. صحيح. ولو تسمح لي بعد كده يبقى معانا مجموعه من لجنه حكماء. ايوه نجيب مع باشا الشافعي والمجموعه الحلوه دي ونقعد نتكلم في الحته دي بالظبط واطراف متخصصه في اللعبه لما يجي فلوس ممكن نجيب مثلا مدير ادارات الاستثمارات في الانديه. أي شركه مش اتصلوا بيها تفهم في الاستثمار. يا ريت والله يبقى كتر خيرك. انا شاكر ليك اهتمامك بالدعوه يا دكتور. سعيد جدا. شكرا جزيلا لحضراتكم. اتمنى ان تكونوا استمتعتم واستفدتم من العقول المصريه اللي كان ذاكر بيها برنامجنا النهارده. يوم الثلاث لا تنسوا صبر الشبراوي. اما بكره اتنين خير رمضان. صباح الخير. مصر النهارده بنحلم لبكره.